وهذه فائدة تتعلق بالنحو، وهي أن كل فعل لا بد له من فاعل إلا ثلاثة أقسام: الفعل طال وقل وكثر، إذا اتصلت بهم ما الكافة عن العمل. فقولك طالما أكرمتنا ليس لها فاعل، وهذا هو المشهور، لأن هناك من يقول إن لكل فعل فاعلا لا بد أن يكون له فاعل، فتكون ما هنا على قولهم مصدرية، فيكون التقدير طال إكرامك لنا، لكن المشهور كما سلف. ومثل طالما قلما وكذلك كثرما.